وممكن تحت عنوان عريض كده بيستخدموا بعض أولياء الأمور، يقول لك ابني وأنا حر فيه، بنتي وأنا حرة فيها، والموضوع تحت مسمى آخر تقدر إن أنت تفسره إن هو استغلال. استغلال الابن أو البنت ممكن يقع تحت طائلة الاتجار من خلال السوشيال ميديا، انه انت تجني اموال عن طريق ان انت تستخدم بنتك او ابنك. وكنا طبعا طرحنا مع حضرتك اكتر من موقف وتدخل لخط نجدة الطفل في هذا الامر، وشفنا قد ايه الدولة المصرية كانت حاسمة، لانه في بعض الاهالي بيكونوا اصلا وجود اطفالهم معاهم خطر عليهم. ليه؟ لان هم بيستغلوهم بشكل غير طبيعي يؤثر على نفسيتهم فيما بعد. وطبعا احنا بنقول انه سلب الطفل مرحله طفولته ده بيأثر على شخصيته، بيأثر على تفكيره، ان هو ما بيبقاش اصلا مكتمل الفكر ومش قادر يحدد. لكن لما يوجهه اللي هو المفروض القدوه بتاعته الاب او الام، لما يوجهه للطريق ده وبعد كده يلاقي الشخصيه بعد كده يعني بتتغير، بيأثر عليه نفسيا، ما يلومش غير نفسه. لكن للأسف الموضوع بيخرج فقط عن إنه كونه للأب والأم بس، الموضوع فيه ضرر كبير للمجتمع، لأنه الطفل بعد كده هو اللي هيبقى الشاب، هو اللي هيبقى هو المؤثر في مجتمعه. لما يكون إحنا كلنا دلوقتي هدفنا في أطفالنا إن إحنا نجني أموال، نخليهم يبقى يمثلوا على السوشيال ميديا عشان نجني أموال ونجيب نسبة مشاهدة، ده استغلال لطفل، واستغلال كمان لينا إحنا. ان احنا بندخل وبنتفاعل عاطفيا مع المشهد اللي احنا شفناه، وبالتالي يجنوا اموال من هذه الطريقه. تعالوا نقترب شويه من الموضوع اللي حصل. كان في ترند كبير قوي منتشر على السوشيال ميديا من امبارح، ما فيش غير فيديو الطفله ساجده اللي ظهرت مع بلوجر اسمها جودي بتعيط وجسمها فيه كدمات، بتقول ان والدتها رمتها في الشارع بتعذبها عشان شغل البيت. البلوجر قالت ان هي لقيتها في الشارع، وبعد شويه رجعت بتصور فيديو قالت انها لقت والدتها وسلمتها ليها. طب ازاي ما بلغتيش خط النجده؟ هل الطفله كانت بتتعذب؟ هل الطفله فعلا بتمثل؟ مين اللي استغلها؟ اهلها ولا البلوجر للتربح؟ يعني تفاصيل كتير، لكن اللي يهمنا موضوع التأثير على نفسية هذه الطفلة فيما بعد. يعني أسئلة كتير مطروحة على الفيديو، ناس كلها بتتساءل لما شافت كمان الفيديو التاني على وجه الخصوص، الله ده طلع تمثيلية، الله ده انتوا بتستغلونا كجمهور، الله ده انت بتستغل الطفلة، في الآخر تقول لك لا أصلا بتحب التمثيل. طيب طبعا احنا بنناشد خط نجدة الطفل الأستاذ صبري عثمان ان هو يعمل مداخلة معانا، بنتمنى ان هو يكون موجود معانا، نتمنى كمان ان أي عين ترصد موقف من المواقف زي دي يبلغ على طول خط نجدة الطفل، لأن ده في إنقاذ لمستقبل طفل، لمستقبل شاب فيما هو قادم. دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي معانا هاتفيا. دكتور جمال بصبح عليك، أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. إذاء طفل، يعني شفت إزاي الفيديو وكيف تقيم ما يحدث من أولياء الأمور في هذا الإطار؟ بص يا فندم، الشخصية بتاعت أي إنسان فينا بتيجي من ثلاث عناصر: جينات وراثية 10%، خبرات حياتية 10%، 80% تربية. أنت بتتكلمي دلوقتي في جزئية التربية، أنت بتدمري تربية الطفل. بالظبط. بتطلعي طفل مدمر نفسيا، الشخصية لما بيطلع فيها عيوب هيطلع إما اضطرابات نفسية، يا اضطرابات جنسية، يا اضطرابات سلوكية. اضطرابات سلوكية وهي الأقرب لحالة زي دي، أنا بنصب على الناس باسم المرض، بنصب على الناس باسم قصه وهميه. يعني انا عودت الطفل على النصب وهو لسه طفل صغير. تخيل الطفل ده لما يكبر خياله هياخده جاد فيه تحت طائله احنا بنهزر، عشان لما طفله سئلت في الفيديو تقول لك احنا بنهزر. بنهزر دي بقى تروح تقولها في النيابه. لكن حضرتك النهارده الطفل وليد التقليد، يعني انا لما اعمل حركه زي دي واعرف ان انا بنصب على الناس عشان اخد لايك ولا كومنت ولا باخد مكسب مادي من المشاهدات، ده اسلوب نصب. يبقى اذا الطفل ده عنده استعداد بعد كده، القيم الاخلاقيه بتاعت القيم الاخلاقيه بتاعته ملوش حدود، ان انا ممكن اعمل اي حاجه عشان اخد لايكات او كومنتات او اخد فلوس نتيجه الفعل بتاعي. الذاكره طويله المدى يا دكتور، ازاي الموضوع بيؤثر عليها وبيفضل متخزن ده فيما بعد، لدرجه ان هو ممكن هو نفس الطفل ده لما يكبر يعامل اهله بشكل غير لائق بسبب نوع التربيه اللي هو تلقاه. بص حضرتك، انت رجعت بنفسك لحضرتك وانت صغيره، شوفي بابا وماما كانوا يقولوا لك ايه وانت صغيره، ايه اللي مسموح وايه اللي مش مسموح، ده صح ده غلط، ده عيب ده حرام، ده مسموح بيه ده مش مسموح بيه. بتعرفي ان ليكي سقف،
سقف تتحرك لفوق وسقف تتحرك لتحت ما تتعدهوش. هي دي القيم والاخلاقيات اللي متربى عليها. لما السقف ده يبقى مفتوح سواء فوق او تحت اعمل اي حاجه خلاص، ما عنديش الرابط اللي يمنعني ان انا اعمل اي شيء خطا، وبالتالي بطلع شخصيه غير سويه، وبالتالي توقع مني اي اشياء ضد القانون ممكن تحصل مني. هل القانون بيجرم ما حدث يا دكتور؟ طبعا يا فندم، في قانون الطفل والخط الساخن 16000، لو حد اتصل بيه في حاجه زي كده انت استغليت الطفل استغلال بالنصب على الاخرين للحصول على مكسب مادي، لان مجرد مشاهدات اليوتيوب دي فيها مكسب مادي، يبقى اذا استغلال الطفل بالكذب على غير الحقيقه في قصه وهميه على غير الحقيقه يبقى احنا دخلناها تحت. بس الى اي درجه القانون بيسمح لي ان انا اتصرف مع طفلي زي ما انا عايز؟ انا حر في بنتي، انا حر في ابني، زي ما كنت لسه بقول مع السلامة. انا حر في ابني طالما بعمل معاه بما يسمح به القانون، سواء داخل الاسره او خارج الاسره يا فندم. طالما تماديت خارج الاسره وتماديت مع الاخرين اللي هم غير الاسره اللي هم المشاهدين بتوعي، يبقى اذا انا طلعت بره دائره الاسره وده حطيت نفسي تحت دائره القانون اللي فيها تربع. بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي. موضوع مهم قوي يا جماعه، لازم ان احنا يعني نكون متيقظين. احنا دلوقتي بنشتغل على الوعي على الاطفال، بنشتغل على صحتهم، بنشتغل على تغذيتهم، بنشتغل على حاجات حلوه كتير قوي. لما نيجي بقى نلاقي حاجه بتدمر كده، فطبعا يعني يا جماعه ده خارج السياق خالص، يعني بعيد قوي عن المفروض انه كولي امر او وليه امر تكون يعني عايزه ابنها او بنتها يكون يعني ممكن ناسسه، ممكن نعلمه رسم، ممكن نعلمه غنى، ممكن نعلمه حاجات كتيره قوي في الفنون تحافظ على تنشئته بشكل او باخر، القرايه، الرياضه، حاجات كتيره قوي في يعني ممكن نقعد نسردها للصبح، لكن ان احنا نعلمه ان هو يمثل على الناس عشان نجني فلوس من وراء الموضوع ده من طريق المشاهدات على السوشيال ميديا، تخيل الطفل بعد كده هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى طالع بيفكر ازاي؟ يعني حاجات كتير طبعا ممكن ان هي تتقال في هذا الامر، ولكن احنا بنتمنى طبعا تدخل سريع من نجدة الطفل في هذا الامر.